عليكم، صباح الخير خوتي اخواتي، مرحبا بكم معنا اول فلوق، اول فيديو ديالي على القناه ديالي في اليوتيوب اللي هي عبدو فلوق. هذه الفكره ديال الفلوق المده هذه انا مقتنع بها وعجباني وحاسب راسي باللي غادي ننجح فيها ان شاء الله، وبارطاجيتها معكم في الفيسبوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. قلت لكم شنو بان لكم باش نبقى ندير لكم الفلوق. صراحه كان داكشي في المستوى، لي ميساج والتعاليق اللي وصلوني كانوا كاملين زوينين وشجعتوني وحفزتوني بزاف بزاف باش غادي نستمر في هذا الميدان ان شاء الله. اللي كنوعدكم غادي الحلقه ديالنا كاملين غادي يكونوا في المستوى، وكاكيد ماشي بوحدي، ماشي بوحدي اللي كندير لي فلوق، معايا واحد الصديق جديد خويا عبدو شي حاجه في المستوى، معايا واحد الصديق ديالي عزيز عليا بزاف، هو مرابط، هو ولد المدينه وغني عن التعريف، حتى هو فوتوغراف كبير ما شاء الله، كيصور لي فيديو كليبات وكذا. اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الوجهه ديالنا زوينه بزاف، رحله شاطئيه. خليكم معنا بلا ما نقولوا الاسم ديالها حيت خلي داكشي سوبريز. المهم رحله شاطئيه غادي تكون جميله جميله جدا ان شاء الله، مليئه بالمفاجآت. دابا انا والصديق ديالي مرابط اللي غادي نتحدث بجوج اصدقاء ديالنا يكونوا حتى هما معنا في الرحله الشاطئيه اللي غادي تكون ان شاء الله انطلاقه ديالها من ميناء او مرسى ديال تل يوسف. ودابا الوجهه ديالنا هي نمشيو نتحدثوا بالاصدقاء باش نمشيو للسوق نشوفوا شكون غادي يتغداو في الغداء، المهم شي تويجين ولا شي حوت ولا اللي لقيناه هو هذاك. يلا لو معنا بني لوخا خويا عبد الحق. دابا غادي للسوق ان شاء الله باش نسخروا شويه ديال نقداو شويه ديال الخضروات والحوت والدجاج باش نشوفوا واش كاين بونجور. دابا خرجنا من السوق تسخرنا زينا داكشي اللي خصنا وتقدينا مزيان، انا وصديق ديال مرابط واحد الاخ اخر معنا. دابا ان شاء الله نمشيو نتحقوا بصديق الاخر الرابع باش نمشيو ان شاء الله نجدوا الطريق ديالنا الى ميناء او مرسى تل يوسف باش نطبقوا في الرحله ديالنا الشاطئيه ان شاء الله. يلا شكرا معنا، تشاو تشاو، برافو عليكم. خواتاتي حنا وصلنا الحمد لله لميناء او مرسى ديال تل يوسف اللي غادي تكون منه ان شاء الله الانطلاقه ديالنا ديال الرحله الشاطئيه. دابا غادي نستعدوا باش نمشيو نركبوا في الباطو ولا القارب ديال الخشب، ان شاء الله تكون الانطلاقه ديالنا زوينه على الشاطئ سميتو تل يوسف. ديك الساعه غادي نمروا على عده شواطئ باش نوصلوا للمنطقه ديالنا. الاجواء هنا كما كتشوفوا في المرسى اجواء زوينه بزاف ما شاء الله، الجو زوين ديال البحر، البحر هادئ جدا الشميشه. احنا اخوان كما كتشوفوا دابا رانا في مرسى او ميناء تل يوسف،
اجواء زوينه هنايا مع الاخوان. تحياتي مرحبا بكم اليوم معنا هنايا في تلا يوسف، واحد الخرجه مزيونه من الجهه ديال بوسكور تاو سارت. هذيك الساعه غتشوفوا معنا المناظر كلشي ان شاء الله. هو الاخ عزيز عاود بارك الله عليكم. شكرا اخوتي اخواتاتي، كنشكر الاخوان اللي وقفوا معنا، وان شاء الله غادي تكون واحد الرحله زوينه شاطئيه اللي غنستمتعوا بها، دوز واحد النهار زوين ان شاء الله، فيه شويه الحماس شويه النشاط مع الاخوان. شكرا على فيو. كما كتشوفوا دابا وصلنا من بعد جوج ساعات ديال الطريق تبارك الله، رحله شاطئيه. وصلنا دابا واحد الشاطئ غنجلسوا فيه نرتاحوا فيه شويه، اللي سميتو شاطئ ريقيت. دابا شويه غنهضروا على هاد البلاصه. احنا دابا راه كنأصطادوا الحوايج ديالنا، وصلنا الحمد لله في شاطئ دقيق كما قلت قبيلتي. شاطئ زوين ما شاء الله بزاف، الماء ديالو نقي، البحر هادئ كالم، الجو ديال العومه تبارك الله الشميسه واعره. دابا كما كتشوفوا الاجواء نقيه، ما كيجيوش ناس بزاف هنايا، قليل الناس اللي ديال المناطق مثلا بحال الناس ديال بوسكور، الناس ديال تيفسات، الناس المهم
خاصة واحد ديال بني بويا هما اللي كيجيو أكثر هنا، قليل الناس اللي كيجيو، داكشي علاش البحر ديما كيكون نقي وزوين. خوتي نمشيو نشوفو الما كي دايرين، واش باردين واش سخونين، باش نعومو شي مياه. أمو كي نوع معنا مرافيد، مرافيد ما باردين ولا سخونين؟ ها؟ بصحتكم سيك سيك. دابا شويه غنشوفو الما، نشوفو واش باردين ولا سخونين، حنا غنعومو شويه. تبارك الله على السي عزيز، عزيز مول شوية أو ما مقرملين. الشاطئ اللي قيت لي هو واحد شاطئ زوين بزاف بزاف، كنصح أي واحد سواء عايش في الحسيمة ولا خارج الحسيمة يجي يزور هذه المنطقة هذه، اللي هي صراحة واحد الشاطئ زوين بزاف، اللي كيكون كما كتلاحظوا خاوي، كيكونوا الناس هنا في الصباح، خاصة العائلات اللي كيكونوا قراب من هذه المنطقة هذه كيجيو هنا باش يتبحروا ومع العائلة ديالهم باش ياخذوا راحتهم حتى هما، كيشوفوا قدام وليدات ديالهم والرجالة ديالهم كياخذوا راحتهم. حنا ملي جينا لقيناهم هنا في الصباح، ولكن دغيا مشاو نص النهار مشاو، حيت هما كيجيو غير في الصباح كيعوموا، حنا بقينا حتى العشية خدينا راحتنا واستمتعنا بالوقت، وعندنا واحد الزهر كبير حيت جينا مع البحر كالم والجو زوين. الفلوق اللي جاي ان شاء الله غادي يكون واحد الفلوق في المستوى، موضوع جديد، مكان جديد، محتوى جديد، اصدقاء جداد، نكتشفوا شي حاجه جديده ان شاء الله بواحد الطريقه احترافيه احسن من هذه كتبقى غير مجرد اول بدايه، اول فلوق. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم، وانا درت الشغل ديالي باش نوصل لكم شي حاجه في المستوى، وهذه كما قلت لكم غير مجرد بدايه. انا كنوعدكم ان شاء الله من هنا القدام مع صديق ديالي مرابط اللي كيعاونني في التصوير، اللي كنشكره بزاف صراحه. المهم كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه، ما تنساوش ديروا ابوني ابوناو فلاشين ابدو فلوغ، بارطاجيو ديروا جيم ديروا لايك، بارطاجيو مع اصدقاء ديالكم باش ديما يبقى يوصل لكم الجديد. كنوعدكم شي حاجه في المستوى ان شاء الله. شكرا بزاف، باي باي. الشكور ديالنا خير رشيد، تبارك الله عليه، الله يعطيه الصحه، داير واحد الدوره واعره هذه ما يتسال. شكرا بزاف ابو رشيد، الله يحفظك. خوتي حنا دابا في طريق العوده ان شاء الله الى ميناء او مسار دير يوسف، اللي كانت من الانطلاقه ديالنا في الصباح، بعد غنرجعوا للحسيمه ان شاء الله.